الدرس الثامن والعشرون 28 سبق قطار بويست صباحا تانغيرتين مساء كشك غدا يرتين أمسي كش كيف خلي كيف حالك جغدا ينقلي حفظك الله الله سيني سختس سجيدي مرزم عندي مند عندك سند عنده وند محطة وغزل توجه جنلو Sikkatun haririyyatun temir yol. Heza qitorun, bul poyezd. Hel ru'ayt al qitora, poyezdi kurdun bi? Naam ru'aytuhu, iya onu kurdum. Indaka malun kasirun, sende köp mal bar. Inda faridin qalamun jamilun, faridde adem qalam bar. Ru'aytu al qitora fil mahattati, poyezdi vağzalda kurdum. Indi kitabu mabda il qiraati, mende mabda al qiraat kitab var. متى جئت الى بلدتنا امسي وقت الظهر بزنن قلاغه قاشان келдин кеше 5-нин вактында جئت اليوم الى المدرسه باكرا جدا бүгүн медресеге өтө эрте келдим جئت في الساعه السابعه саат 7-де келдим هل عرفت درسك نعم عرفته جيدا сабагыңды билдиң бе иә оны жакшылап билдим اقراه اسمعه оқы оны тыңдаймын كيف حالك يا سعيد حفظك الله يا كريم اي سعيد جاغداين قلي الله سيرين ساختاسن اي كريم اين سليم يا فاطمه ذهب الى المدرسه متى الان اي فاطمه سليم قيدا مدرسيه كت خشان حاضر اشتغلت امس من الظهر الى العصر كشه بيسنين عصرغا دين شغلداندم متى تجي إلينا غدا صباحا بزگه خشان келесин ертен таң етен هل عندك كتاب مبدأ القراءة يا سليمان لا يا سيدي اي سليمان سنده مبدأ القراءة كتاب بار ما جوغ اي مرزم لما لا تشتريه هو كتاب جميل جدا نيوشن اونو ساتып алмайсын ол өте әдемі кітап ركبنا القطار من محطة سمرقند وتوجهنا بلدة تاشقند Biz Samarkand vokzalından poyezga mindik, Tashkent qalasına jöneldik. Zahabna amsi ila al-ghabati, keşe ormanga bardık. Al-qitaru yamshi ala sikkatil hadidiyyati, poyez temir yolunun üstünde jüredi.